للمزيد من المتابعة انضم إلينا عبر الهاتف من كييف دكتور ميكولا باستون، الكاتب والمحلل السياسي. دكتور ميكولا، مرحبا بك على شاشة القاهرة الإخبارية. ما رأيك في هذه الاتهامات من وزارة الدفاع الروسية لأوكرانيا بأنها يعني تستهدف عملية وهمية تلصقها لموسكو للحصول على مزيد من الدعم الغربي؟ مساء الخير. هناك بالنسبة لي يعني تصريحات الوزارة الروسية واتهامات هي دائما تواجه الاتهامات، وقبل هذه الحرب وخلال هذه الحرب هذا جزء من سياستهم، من سياستهم طبعا. أوكرانيا دائما كانت تطالب الدول العربية بتقديم المزيد من الأسلحة والمساعدات، ليس بذريعة أن روسيا تخطط لهجوم جديد، فقط بسبب أن روسيا غزت أوكرانيا وهجمت وبدأت حربا شاملة، وأوكرانيا تحتاج لوسائل للدفاع عن الأراضي وعن أرواح المواطنين. طيب دكتور ميكولا، هذه ليست المرة الأولى التي تتهم فيها روسيا أوكرانيا بأنها تفبرك ما يحدث وتنسبه دائما إلى روسيا، يعني أي منطقة أو بنى تحتية تتضرر يقال من الجانب الروسي أن أوكرانيا قامت بذلك لإلصاق التهمة بموسكو. الآن هل هذه التكهنات أو عدم التأكد من المعلومات في هذا السياق يجعل الغرب يمد أوكرانيا بما تريد من أسلحة؟ نعم، دائما بعد قصف وبعد قتل تدمير المنازل السكنية وقتل المدنيين تقول روسيا دائما أن أوكرانيا فعلت ذلك. وبالنسبة للتوقعات من الصعب، طبعا من الصعب، لا أظن أن روسيا ستتوقف عن هذه الاستراتيجية. هي تستخدم أسلحة غير دقيقة وتؤدي إلى دمار واسع وإلى قتل كثير من المدنيين، وليست هناك إشارات إلى أنها ستتوقف عن هذه الاستراتيجية. بالنسبة لدول الناتو كان هناك يعني مقاربة حدثت في مسألة الدعم المكثف الذي وجه لكييف منذ بداية هذا العام، في أنه هذه الأسلحة لا تستخدم للهجوم على أراضي روسية ولكن فقط للدفاع عن كييف، أن تدافع القوات الأوكرانية عن نفسها فقط. ما شكل الضمانات التي من الممكن أن تقدمها كييف للحصول على مزيد من الدعم؟ الضمانات، هناك علاقات يعني وثيقة، ويوجد هناك يعني ثقة ببعض بين أوكرانيا والدول الغربية، وبالتالي أوكرانيا الضمان هو وعد وتعهد، التزام أوكرانيا، تعهد أوكرانيا بالتزام بشروط غربية. إذا كان هناك هذا الشرط طبعا تتطلب استراتيجية العمليات العسكرية، ضرب الأهداف في عمق أراضي روسية. إذا كانت الدول الغربية تشترط عدم فعل ذلك باستخدام الأسلحة الغربية فلا محالة يجب على أوكرانيا موافقة على هذه الطلبات. يوجد هناك أسلحة أوكرانية تصنعها، هي قليلة جدا ولكنها فعالة، ونحن نعرف أمثلة عدة، مثلا سفينة موسكو أو كيسر الفيرم أو مطار في مدينة أنتل في روسيا في عمق أراضي روسية، تمكنت أوكرانيا من ضرب هذه الأهداف ولكن ليست بالأسلحة
طيب أشكرك جزيل الشكر الدكتور ميكولا باستون الكاتب والمحلل السياسي من كييف.